بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الحشر والقرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، وقد وصلنا في شرح المقدمات السنوسية، شرحها واختصرها الإمام الجليل العلامة السرقسطي رضي الله تعالى عنه وعن صاحب المتن والشرح الإمام أبي عبد الله السنوسي ورضي الله تبارك وتعالى عن مشايخنا في الله تعالى أجمعين، ونفعنا بعلومهم في الدارين اللهم آمين. قال رضي الله تعالى عنه: والسمع الأزلي صفة ينكشف بها كل موجود على ما هو به انكشافا يباين سواه ضرورة، والبصر مثله، والإدراك على القول به مثلهما. والصفة الخامسة من صفات المعاني أو من المعاني المتعلقة، لأن صفات المعاني كلها لها تعلقات إلا إيه؟ إلا صفة الحياة. والصفة الخامسة من المعاني المتعلقة السمع الأزلي، صفة كالجنس في الحد، وقد شرحنا مثل هذا فيما سبق أو في الصفات السابقة. يشمل جميع الصفات ما عدا العلم والبصر والإدراك، أي على القول به، لأنه أي السمع، أو لأنه أي الإدراك ينكشف، أي بهذه الصفة ينكشف بها أيضا كل موجود، يعني قديما كان أو حادثا. وهذا فصل لكل موجود يخرج به العلم، يعني بهذا الفصل أو بهذا القيد أخرج صفة العلم، لأنه أي العلم يتعلق بما هو أعم من الموجود. إذن فالسمع أو البصر أو الإدراك على القول به، هذه الصفات تتعلق بالموجود، بكل موجود، سواء كان الموجود قديما أو حادثا. أما العلم فتعلقه أعم من الموجود، وهو أي متعلق العلم، وهو المعلوم الشامل للمستحيل والممكن المعدوم. إذن فما الفرق بين تعلق العلم وبين تعلق السمع؟ أن السمع تعلقه مختص بالموجود، أما العلم فإنه أشمل أو أعم، فيدخل فيه المستحيل ويدخل فيه الممكن المعدوم. والسمع والبصر لا يتعلقان بهما. لماذا لا يتعلقان بهما؟ لأنهما يتعلقان بكل موجود،
والمعدوم والممكن المعدوم ليس موجودا. الممكن المعدوم ليس موجودا لأنه معدوم، والمستحيل لا يقبل، المستحيل لا يقبل الوجود، فلا يتعلق به السمع ولا البصر، والسمع والبصر لا يتعلقان بهما، أي بالممكن المعدوم ولا بالمستحيل. على ما هو به، والسمع الأزلي صفة ينكشف بها كل موجود، على ما هو به، كلمة على ما هو به انكشافا، هذه زيادة إيضاح وبيان، يعني اللي هي إيه؟ على ما هو به انكشافا يباين سواه، فكلمة على ما هو به زيادة إيضاح وبيان. يباين سواه، يباين يعني يغاير، يختلف تعلق السمع عن سواه، يعني عن البصر والعلم. هذا فصل ثالث، يباين سواه، يخرج به البصر، يعني صفة البصر والإدراك على القول به، لأن هذه الصفات لما كانت غير متحدة، غير متحدة الحقيقة، فكذلك تعلقاتها غير متحدة الحقيقة، فلا يلزم من اجتماعها في متعلق واحد الاتحاد، يعني لا يلزم إذا كان تعلق السمع هو إيه؟ هو الموجود، وتعلق البصر هو الموجود، وتعلق الإدراك هو إيه؟ الموجود. إذا فاتحدت هذه الصفات في التعلق، فهل يلزم من اجتماعها في متعلق واحد الاتحاد، يعني أن تكون هذه الصفات الثلاث واحدة؟ هل يلزم من اتحاد المتعلق، اتحاد المتعلق، هل يلزم؟ لا. ليه؟ صحيح المتعلق واحد، إلا أن كل صفة من هذه الصفات لها تعلق يخصها، ليس هو عين الآخر. فمتى يلزم الاتحاد؟ إذا كان التعلق هو عين التعلق الآخر، هنا يلزم اتحاد، يعني أن تكون الثلاث واحدة. صحيح المتعلق واحد، ولكن اختلفت جهة التعلق، إذن فلا يكون المتعلق واحدا بإيه؟ باتحاد المتعلق. واضح؟ يلا يا أبو. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفة الثالثة من صفات المعاني البصر، البصر الأزلي مثله، يعني مثل السمع في جميع ما تقدم في تعريفه، وفي وجوب تعلقه بكل موجود قديما كان أو حادثا. وأورد على هذين التعريفين المذكورين لزوم الدور لتوقف معرفة كل واحد منهما على معرفة الآخر، ويتم بما أجيب به في صفة العلم بأن هذين التعريفين المذكورين لفظيان. يعني إيه معنى هذا الإيراد؟ وأورد على هذين التعريفين المذكورين، ما هما التعريفان المذكوران؟ تعريف السمع وتعريف البصر.
ما هو تعريف السمع؟ صفة ينكشف بها كل موجود على إيه؟ ما هو به. طيب انكشاف كل موجود على ما هو به هو السمع، والسمع هو انكشاف كل موجود على ما هو به. إذن فهذا إيه؟ دور، والدور يمتنع دخوله في التعريف. لماذا؟ لتوقف معرفة كل واحد منهما على معرفة الآخر، ويجاب بما أجيب. يعني هناك اعتراض موجود في صفة العلم مثل هذا الاعتراض، فيكون الجواب عليه بمثل ما سبق، ويجاب بما أجيب به في صفة العلم بأن هذين التعريفين المذكورين لفظيان. يعني هذا ليس من باب التعريف بالحد التام ولا بالحد الناقص، وإنما هذا تعريف لفظي صحيح متوقف أحدهما على الآخر في اللفظ وليس في إيه؟ وليس في المعنى. إذن فلا يدخل الدور لأنه قد انفكت الجهة. التوقف من جهة الإيه؟ المعنى هو اللي في دور، إنما التوقف من جهة اللفظ دون المعنى لا يلزم فيه الإيه؟ الدور. خلاص. وقد صرحوا بأنه لا يرد عليهما الدور. ليه؟ لأنهما لفظيان. الدور في المعاني وليس في الألفاظ. فاعرفوا. وللسمع والبصر تعلقان أزلي وغير أزلي. يعني السمع له إيه؟ تعلقان. تعلق أزلي اللي هو إيه؟ قديم يعني، وتعلق غير أزلي يعني حادث. لما تسمع غير أزلي يعني حادث. فالأزلي تعلقه بذاته وصفاته الوجودية في الأزل، يعني تعلق السمع بذات الله تعالى وبصفاته الوجودية في الأزل، هذا تعلق إيه؟ أزلي أو تعلق قديم. أما غير الأزلي فهو تعلقه أي السمع بذوات الحوادث الكائنات كلها. وغير الأزلي تعلقه بذوات الحوادث الكائنات كلها وجميع صفاتها الوجودية فيما لا يزال. يبقى إذن إذا تعلق السمع بالقديم فيكون تعلقه قديما، وإذا تعلق بالحادث فيكون تعلقه إيه؟ حادثا. فإن قلت إذا وجب تعلق السمع والبصر بالموجودات والعلم قد تعلق بها، يلزم إما تحصيل الحاصل أو اجتماع المثلين المتلازمين، إن كان ما تعلق به السمع والبصر تعلق به العلم، وإما خفاء بعض المعلومات عن العلم إن لم يكن كذلك وكلاهما محال. ده اعتراض قوي. يقول لك إيه؟ إذا وجب تعلق السمع والبصر بالموجودات، طب والعلم أيضا متعلق بالموجودات وزيادة، يعني لأن العلم يتعلق بأقسام الحكم، بجميع أقسام الحكم العقلي الثلاثة، يعني يتعلق بالموجود ويتعلق بالممكن ويتعلق بالمستحيل. لكن هنا اشترك تعلق العلم بالموجود مع تعلق ليه السمع مع تعلق للبصر، ففي هذه الحالة يلزم إما تحصيل الحاصل. ليه؟ لأنه هو نفس التعلق، أو اجتماع المثلين المتلازمين، لأن هذا مثله وهذا مثله،
فاجتمع المثلين، اجتمع عليه المثلان المتلازمين، إن كان ما تعلق به السمع والبصر تعلق به العلم، يبقى اجتمع مثلان. وإما خفاء بعض المعلومات عن العلم إن لم يكن كذلك، يعني الأول إن كان ما تعلق به السمع والبصر هو نفسه تعلق به العلم، فهذا يلزم اجتماع المثلين. أما وإلا حنقول خفاء بعض المعلومات عن العلم، يعني إن كان ما تعلق به السمع والبصر تعلق به العلم، يبقى معنى كده حيلزم تحصيل الحاصل. طب وإن كان ما تعلق به السمع والبصر غير ما تعلق به العلم، حيلزم خفاء، يعني في أشياء تعلق بها السمع والبصر ولم يتعلق بها العلم، فمعنى هذا خفاء بعض المعلومات عن العلم إن لم يكن كذلك، يعني إن لم يكن تعلق بجميع ما تعلق به. وكلاهما محال. ما هو المحال الأول؟ تحصيل الحاصل. وما هو المحال الثاني؟ خفاء بعض المعلومات عن العلم. فالجواب بماذا تجيب على هذا الاعتراض؟ يعني كيف يكون الجواب؟ نعم. فالجواب إنما نختار الأول ولا يلزم من ذلك الإلزامان. يعني ما هو الأول الذي نختاره؟ تحصيل الإيه؟ الحاصل. ولا يلزم من ذلك، يعني من إيه؟ من اختيار الأول لا يلزم الإلزامان. ما هما الإلزامان؟ تحصيل الحاصل وخفاء بعض الإيه؟ المعلومات. ضرورة أنهما غير متحدي الحقيقة، سواء قلنا إنهما أنواع العلم أو لا، فتعلقاتها كذلك، يعني ليست متحدة الحقيقة، فتعلقاتها كذلك، كل تعلق له حقيقة من الانكشاف تخصه. صحيح أن تعلق الثلاثة اللي هو العلم والسمع والبصر يسمى انكشاف، إلا أن الانكشاف بالسمع يغاير الانكشاف بالعلم والبصر، خلاص، وبالبصر يغاير الانكشاف بالعلم والسمع، وكل انكشاف بواحد منهما يغاير الانكشاف بالآخر، فلا يلزم تحصيل الحاصل ولا يلزم خفاء بعض المعلومات. نعم. فإن قلت قد جعلتم التعلق وصفا نفسيا للصفة، فإن قلت قد جعلتم التعلق وصفا نفسيا للصفة وهو ما لا تعقل بدونه، يعني لا تعقل الصفة بدون تعلقها إذا كانت متعلقة، ما دامت قلنا أن الصفة لا تعلق، إذن لا تفهم الصفة بدون تعلقها. والسمع والبصر موجودان في الأزل من غير تعلق لهما بذواتنا، لأن ذواتنا ليست موجودة في الأزل بل هي معدومة، فكيف نقول إن السمع والبصر
متعلقان بذواتنا وهي غير موجودة فين؟ في الأزل. فالجواب إنهما تعلقا في الأزل بما كان موجودا وهو الذات الأزلية وصفاتها الوجودية. يعني الجواب على ذلك أنهما تعلقا في الأزل بما كان موجودا أي في الأزل. وما هو الموجود في الأزل؟ ها؟ الذات الإلهية وصفاتها الوجودية. فلم يكن السمع والبصر غير متعلقين. يعني هو بيرد عليه على قول من قال إن الصفة لا تعقل بدون إيه؟ بدون تعلقها. يقول هي فعلا متعلقة في الأزل وفعلا لا تعقل من غير تعلقها، لكن تعلقها الأزلي ليس به، ليس بذواتنا وصفاتنا لأنها غير أزلية. إذن فتعلقها الأزلي بالذات الإلهية والصفات الإيه؟ والصفات الوجودية. واضح؟ والصفة السابعة من المعاني الإدراك، يعني إدراك المشمومات وإدراك الملموسات، ثابتة لله زائدة على العلم من غير جارحة ولا اتصال ولا قلوب. يعني بيثبت هنا الشيخ صفة، أو ممكن نقول إنه وضع، يعني ممكن نقول إنه لا يثبتها، لأنه يقول والإدراك على القول به، ولم يبين هل هو يقول به أو لا. فإذا ليس معنى وجود هذه الصفة الزائدة المسمى بالإدراك معناه قول به بأن الشيخ يتبنى هذا المذهب، لأنه يقول على إيه؟ على القول. يعني هو حيشرحها على إيه؟ اعتقاد من يقول بإثباتها. الصفة السابعة. والصفة السابعة من المعاني الإدراك، يعني إدراك المشمومات وإدراك الملموسات، ثابتة لله زائدة على العلم من غير جارحة ولا اتصال ولا حدوث. وهذا القول لإمام الحرمين. وإلى هذا القول أشار المصنف نفعنا الله تعالى به بقوله على القول به، أي بثبوته له تعالى. يعني والصفة السابعة من المعاني الإدراك. ما معنى الإدراك؟ طبعا البصر معروف معناه، والسمع معروف معناه، لكن الإدراك يعني مثلا بالنسبة للحوادث أو لنا نمثل في حق أنفسنا، تعالى الله تعالى عما نقول علوا كبيرا. ففي حق أنفسنا الحادثة المخلوقة لنا إيه؟ صفة السمع، يعني التي ندرك بها الأصوات في حق أنفسنا، وصفة البصر التي هي متعلقها المبصرات، يعني الأجسام المرئية. لكن نحتاج إلى صفة أخرى وهي الإدراك. لماذا؟ لأن هناك أمور لا ترى ولا تسمع، في أشياء لا تسمع ولا ترى، مثل المشمومات، هذه تدرك بإيه؟ بالشم، وليس بالإيه؟ بالبصر ولا بالأذن، لا بالبصر ولا بالسمع. لأنه لو قلت لك هذا مسك رائحته إيه؟ جميلة، فقلت لي لا أرى هذه الرائحة، أو قلت لك هذا عطر ماء ورد جميل، فخذ هذه الرائحة واستمع إليها، الرائحة لا تسمع ولا إيه؟ ولا ترى. إذن فنحتاج إلى إثبات صفة اسمها الإدراك،
الإدراك ده ندرك به المشمومات والملموسات وإيتان والمطهومات، هذا بالنسبة لنا. إذن إدراكه تعالى لغير الأصوات وغير الأشياء المرئية مثل المشمومات وغير ذلك، ماذا يسمى على القول به؟ هذا يسمى صفة الإدراك. ولذلك قال إدراك. طبعا على قول الشيخ السنوسي أن السمع والبصر ينكشف بهما كل موجود، هنا لا نحتاج إلى إثبات صفة الإدراك لأنه قال ينكشف بهما كل موجود، ولم يقل في البصر ينكشف به كل مرئي أو في السمع كل مسموع، وإنما قال كل موجود. إذن فالأصوات إذا كانت موجودة فيدركها الحق سبحانه وتعالى بسمعه، وإذا كانت الأشياء مرئية يدركها ببصره. إذن فلا نحتاج إلى صفة زائدة على على السمع وعلى وعلى البصر. ولأجل هذا قال إدراك المشمومات وإدراك الملموسات. لكن هل الملموسات موجودة والمشمومات موجودة؟ فنقول نعم. إذن فالسمع والبصر يتعلقان بها لأنها موجودة، لأنهما يتعلقان بكل موجود قديما كان أو حادثا. إنما عند من يقول السمع يتعلق بالمسموعات والبصر بالمبصرات يحتاج إلى صفة لأنه خص السمع بالمسموعات لا بكل الموجودات. لو قال بكل موجود لدخلت الروائح والطعوم والمشمومات، إنما لما خص السمع بالمسموع والبصر بالمبصر لم يدخل كل موجود، بل دخل الموجود المرئي زي الأجسام والذوات والموجود الذي يسمع ولا يرى كالأصوات. إنما إذا قال كل موجود يبقى دخل الكل. إذن فما الحاجة إلى إثبات صفة زائدة؟ ولذلك من أثبت هذه الصفة التي تتعلق بإدراك المشمومات وإدراك الملموسات قال إنها زائدة على العلم، يعني الإدراك بها غير الإدراك بالعلم. يعني مثلا قد تدرك بعلمك أن العسل حلو، يعني كونك تعلم أنه حلو، أو الحنظل مر دون أن تذوق، هذا يسمى إدراك بالعلم. أو تسمع بأن العسل حلو دون أن تذوقه، يبقى في هذه الحالة الإدراك بالسمع غير الإدراك بالبصر غير الإدراك بالذوق، وأن تنال شيئا أو أن تأكل شيئا من العسل فتدرك حلاوته، فهذا الإدراك أن العسل حلو إدراك مذاق، أدركت طعمه، لكن الأول كنت تعلم فقط خلاص أو كنت تسمع. إذن فالإدراك بالعلم غير الإدراك بالسمع غير الإدراك بالبصر، وإن كان الكل اسمه اسمه إدراك. يلا
الإدراك يعني إدراك المشمومات وإدراك الملموسات ثابتة لله زائدة على العين من غير جارحة ولا اتصال. لكن خد بالك من يثبتها ويقول إنها متعلقة بالإيه؟ بالمشمومات أو بالملموسات، هل معنى هذا أنه يثبت لله تعالى جارحة؟ ما عشان يلمس، وله يد وله أصابع يلمس بهما الحرير أو يعرف نعومة الحرير من خشونة الصوف إلى غيره. ولذلك من أثبتها لا يخرج عن دائرة التنزيه، لأنه قال من غير جارحة ولا اتصال، يعني معناها الله تعالى ليست له جوارح يلمس بها، أو ليس له حاسة شم يشم بها. ولذلك قال من غير جارحة، من غير جارحة يعني أعضاء يد أو أنف، ولا اتصال يعني لا تتصل الأشياء التي يدركها بهذه الصفة زي المشمومات والمذوقات والملموسات لا تتصل بذاته. فأنت مثلا لكي تدرك أن السكر أو العسل له حلاوة لازم تتصل بذاتك، يعني تأتي بالسكر وتضع على لسانك حتى تدرك أنه حلو، إنما إذا وضعته في يدك أو على رأسك هذا لا يمكن إدراك الحلاوة إلا بوضعه، إلا أن يتصل بالعضو الذي يدرك هذا الطعم. وهذا القول لإمام الحرمين، وهذا القول وإثبات صفة زائدة على السبعة اللي هي صفة الإدراك، هذا قول إمام الحرمين أبو المعالي الجوين شيخ الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي. وإلى هذا القول أشار المصنف فعلى الله تعالى به بقوله على القول به، يعني لما قال لك على القول به أي القول به لإمام الحرمين أي بثبوته له تعالى مثلهما، يعني هو بيقول لك احنا نفترض أننا قلنا به يعني بإثبات صفة زائدة على السبعة مثل ما قال إمام الحرمين، يبقى في هذه الحالة يكون الإدراك مثلهما، يعني مثل السمع والبصر في تعريفه. فتقول مثلا الإدراك هو صفة ينكشف بها كل موجود على ما هو به انكشافا يباين سواه ضرورة، تقول هذا في الإدراك وهذا في السمع وهذا في البصر. يعني مثل السمع والبصر في تعريفه وفي وجوب تعلقه بكل موجود، وأنه لا يختص بما اختص به في الشاب. يعني بالنسبة لإثبات هذه الصفة لله إذا أثبتناها تكون مثل السمع والبصر في التعريف تماما، وتكون أيضا مثل السمع والبصر في وجوب تعلقها بكل موجود، وأنه أي صفة الإدراك لا يختص بما اختص أو بما اختص به في الشاهد. يعني مثلا هما أي السمع والبصر في الشاهد مختصان بما يسمع وبما يرى لا بكل موجود، فلأجل هذا إذا أثبتنا نقول مثل قولنا في السمع والبصر، يعني لا نخصص السمع بالمسموع ولا البصر بالمبصر، وإنما نقول به بكل موجود، بمعنى أن الله تعالى نقول إن سمعه متعلق بالألوان ومتعلق مثلا بالأصوات ومتعلق بالأجسام ومتعلق بالذوات، يعني ليس متعلقا بالأصوات وإنما بكل موجود. أما في الشاهد
لا، في الشاهد متعلق به ببعض الموجود، وهو ايه؟ السمع يتعلق بالأصوات، والبصر يتعلق بالأجسام المرئية. وفيه ثلاثة أقوال: القول بالثبوت كما ذهب إليه إمام الحرمين، والقول بالنفي كما ذهب إليه معروف لما رآه ملزوم الاتصال. لما يبقى إذن فيه يعني في إثبات صفة الإدراك كم قول؟ ثلاثة: القول بالثبوت كما ذهب إليه إمام الحرمين، والقول بالنفي كما ذهب إليه بعضهم. لما رآه أو لما رآه مثلا، يعني نفاه لما رآه ملزوم الاتصال، يعني الاتصال بالأجسام ملزوم وهو لازم، يعني ويدخل في العلم. يعني اللي نفاه لسببين: لأنه يلزم منه الإيه؟ ها؟ الاتصال بالأجسام. زي ما قلت لك، إذا أردت أن تدرك طعم السكر يلزم أن تضعه فين؟ في فمك، يبقى حصل اتصال بينه وبين إيه؟ وبين اللسان. يبقى نفاه لأجل هذا، لأنه يلزم منه الإيه؟ الاتصال بإيه؟ بالأجسام. ويدخل في العلم، يعني ونفاه أيضا لأنه يدخل في العلم، يعني تعريف العلم يشمله، والعلم يتعلق بكل موجود وهذا من الموجودات. والقول الثالث هو التوقف، يعني لا نثبت هذه الصفة ولا ننفيها، هذا هو المختار عند المحققين بالوقف فيه، أي التوقف في إثبات هذه الصفة إثباتا ونفيا. يعني لا نتوقف في الإثبات ولا نتوقف، لا نتوقف في الإثبات فقط ولا في النفي فقط، بل فيهما. أي معنى فيهما؟ لا نقول بالإثبات ولا نقول بالنفي. واضح؟ يبقى هذا هو التحقيق. فمثلا لا نقول إن المذهب الأشعري ينفي صفة، لا، نقول إنه يتوقف، يعني هو لا يثبتها ولا إيه؟ ولا ينفي، ولا يلزم من التوقف إثبات ولا إيه؟ ولا نفي. قال المصنف رحمه الله: والكلام الأزلي هو المعنى القائم بالذات المعبر عنه بالعبارات المختلفة. والآن حيذكر صفة الكلام وهي آخر صفة، فيقول فيها الكلام الأزلي، يعني يعرف صفة الكلام هو المعنى القائم بالذات. يعني الكلام ما معناه، أو صفة الكلام ما معناها؟ معنى قائم بالذات معبر عنه بالعبارات، يعني العبارات ليست هي الكلام وإنما هي دالة. المعبر عنه بالعبارات المختلفات، المباين لجنس الحروف والأصوات، يعني الكلام الإلهي مباين، يعني مغاير لجنس الحروف والأصوات، يعني ليس بحرف ولا صوت، المنزه عن البعض والكل. خلاص، يعني ليس يتبعض وليس له كل، ومنزه عن التقديم والتأخير والسكوت والتجدد، يعني بمعنى أن الله تعالى يثبت له صفة الكلام، ولكن ليس هناك صفة أخرى يقال لها السكوت. يعني لا نقول الآن هو ليس متكلما وإنما هو ساكت، لا. ليه؟ لأن السكوت الذي هو ضد الكلام هذا يدل على التجدد، يعني كان متكلما ثم تجدد السكوت، أو كان ساكتا ثم تجدد الإيه؟ فلا، ليس فيه تقديم ولا تأخير ككلامنا،
فنقول محمد قائم، نقول محمد ده مبتدأ وهذا هو إيه التقديم، وقائم الخبر وهذا هو التأخير. فليس كلام الله هكذا، ليس فيه ترتيب يعني تقديم ولا إيه تأخير، لأنه لو كان كذلك يعني فيه ترتيب لكان المتأخر حادثا، ليس فيه إيه تقديم ولا تأخير. وليس يعني واحد يقول كيف تقولون ليس في كلام الله تقديم ولا تأخير، مع أنه القرآن الكريم كلام الله وفيه تقديم وفيه تأخير. سورة البقرة قبل آل عمران، الحمد لله رب العالمين قبل الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم بعد الحمد لله رب العالمين، ومالك يوم الدين بعد، وهكذا. فكيف تقولون لا تقديم ولا التقديم والتأخير إنما هو في العبارات والألفاظ المعبرة عن الكلام وليس في الكلام، لأنه قال إيه الكلام الأزلي والمعنى القائم بالذات المعبر عنه بالعبارات المختلفات. إذن فالعبارات المختلفة يعني إيه معنى المختلفة؟ يعني هذا باللغة العربية وهذا باللغة الفارسية وهذا بالإنجليزية وهذا بالعبرية إلى، فكل واحد بيعبر به بلغته، إلا أن المعبر عنه واحد. يعني مثلا الماء هو الماء، هو الذي نشربه والذي نرتوي به، لكن كل واحد يعبر عنه بإيه؟ بلفظ يخالف الآخر، مع أن المعبر عنه واحد. ولا في تقديم ولا تأخير ولا سكوت ولا تجدد ولا لحن ولا إعراب. ليه؟ لماذا ليس فيه لحن أو إعراب؟ انتوا عارفين اللحن ده يعني ايه؟ ما معنى اللحن؟ ايش معنى اللحن؟ اذا كنت ما تفهمش اللحن افهم الاعراب، لانه الذي لا يعرب يلحن. اذا لم تكن تفهم اللحن ينبغي ان تفهم الاعراب، واذا فهمت الاعراب لا تلحن، وإذا لحنت فلن تفهم الإعراب. إذا لا بد أن تكون تعرف واحدة، يبقى ما فيهوش لحن، يعني ما فيهوش مثلا كلام ملحون يعني فيه خطأ في اللغة، يعني مثلا ما فيش جار ومجرور، أو مثلا مبتدأ مرفوع فننصبه، لا هذا يسمى لحن خطأ، لا يوجد. يعني عدم وجود اللحن يعني معنى كده الإعراب فيه لا أيضا. لماذا ليس فيه لحن ولا إعراب؟ لأن اللحن والإعراب يتعلقان بالألفاظ، وهو ليس إيه ها؟ ليس لفظا. فهمت كده؟ أكمل. مسائل أنواع التغيرات يعني لأنه اللحن والإعراب ده عبارة عن تغير. الإعراب هو إيه؟ تغيير آخر الكلمة بحسب العوامل الداخلة، واللحن أيضا تغيير. ولذلك قال وسائر التغيرات، يعني أي شيء فيه تغير لا يدخل فين؟ في صفة الكلام، أو لا يدخل في التعريف. والكلام يتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات. قال الشارح والصفة الثانية المعاني المتعلقة الكلام الأزلي أي قديم، وهو المعنى كالجنس في الحد، يشمل جميع المعاني المتقدمة، القائم بالذات العلية، فيه رد على المعتزلة القائلين بأنه لا يقوم بذاته تعالى وإنما يخلقه في جرم من الأجرام. يعني لماذا قال القائم بالذات؟
لأن الفرق الإسلامية مختلفة في صفة الكلام. كيف هي مختلفة؟ الكل يثبت الصفة، يعني ما في أحد من الفرق الإسلامية ينفي عن الله تعالى صفة الكلام أو ينفي عن الله تعالى أنه متكلم، إلا أنهم اختلفوا في المراد بالصفة. فهناك في الفرق الإسلامية أربع أقوال أو أربع اتجاهات، فرقتان أو يعني طائفتان قالوا بأن الكلام قديم، وهما الأشاعرة والحنابلة، قالوا إن كلام الله تعالى أثبت الصفة، قالوا إن الكلام قديم. وفرقتان أو طائفتان قالوا إن الكلام ليس قديما، حادث، وهم من المعتزلة والكرمية. يبقى عندنا الحنابلة والأشاعرة، وعندنا مين؟ المعتزلة والكرمية. ولكن عندما نقول الحنابلة لا نقصد أتباع الإمام أحمد لأنهم كانوا على التنزيه، وإنما متأخروا الحنابلة الذين رد عليهم ابن الجوزي وهو حنبلي في كتابه دفع شبه التشبيه، وقال إن هؤلاء شانوا مذهب أحمد. فإذا عندنا الأشاعرة ومتأخروا الحنابلة قالوا إن الكلام قديم، اتفقوا على القدم ولكن اختلفوا في إيه؟ في الصوت والحرف. فقال الأشاعرة إنه قديم ولا صوت ولا حرف، وقال الحنابلة أو متأخر الحنابلة إنه قديم وهو بحروف أو بأصوات. أما المعتزلة والكرامية اتفقوا على أنه حادث، واختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في أنه قائم بذات الله أو غير قائم. فالمعتزلة قالوا لا يقوم بذاته، والكرامية قالوا يقوم بذاته، فجوزوا قيام الحوادث بذات الله. إذن هذا هو الفرق بين المعتزلة والكرامية. المعتزلة قالوا حادث، ولكنه حادث يعني مخلوق في غير الذات، يخلقه الله في الحجر، في الشجرة، في النار. والكرامية قالوا يخلقه، أي يحدثه في ذاته، فجوزوا قيام الحوادث بإيه؟ بذات الله تعالى. نعم. القائم بالذات العلية فيه رد على المعتزلة القائلين بأنه لا يقوم بذاته تعالى وإنما يقوم تعالى الله عن قولهم. المعبر عنه عن الكلام الأزلي عندما قال القائم بذاته تعالى، هذا فيه رد على المعتزلة لأنهم يقولون لا يقوم بذاته وإنما يخلقه الله تعالى في جرم من الأجرام، يعني يخلقه في اللوح المحفوظ فيسمعه سيدنا جبريل فينزل به على رسوله، أو يخلق الكلام في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخلقه في الشجرة أو في النار. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. نعم. المعبر عنه عن الكلام الأزلي بأنواع العبارات المختلفات، فإذا عبر عنها بالعربية، يعني إذا عبرنا عن هذه الصفة باللغة العربية فيسمى هذا إيه؟ قرآن. يبقى القرآن اللي هو كلام الله حقيقة هو ذا الصفة التي إيه؟ ليس فيها تقديم ولا تأخير ولا لحن ولا صوت ولا حرف.
كيف القرآن بحروف، قال هذا في العبارات وفي الأصوات وهي يعبر بها وليست هي نفس الكلام، كما قال الشاعر قال إيه: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. فأنت ممكن تعبر عن المعنى بصوت أو بإشارة أو بكتابة أو بلغة دون أخرى، إذن المعنى واحد والمعنى ليس فيه صوت ولا حرف ولا تقديم ولا كل هذا فيه في العبارات المختلفات، ولذلك العبارة تختلف، أما المعبر عنه واحد. يعني مثلا إذا عبرنا بالعربية قرآن، وبالسريانية فالإنجيل، وبالعبرانية التوراة، والمسمى واحد. ليه؟ أن القرآن والإنجيل والتوراة اسمه كلام الله، وإن اختلفت العبارات هذا معنى كلامه سبحانه. وفيه رد على الحشوية، وفيه أي في هذا التعريف الذي قاله رد على الحشوية أو الحشوية، تقرأ بإسكان الشين، الحشوية بالإسكان وبالفتح، الحشوية بالإسكان يعني نسبة إلى إيه؟ الحشو يعني اللغو، وبالفتح نسبة إلى الحشا أي الجانب، كما قال ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة. وفيه رد على الحشوية القائلين: إن كلامه حروف وأصوات قائمة بذاته، ومع كونه حروفا وأصواتا زعموا أنه قديم. يعني الحشوية دول أو المجسمة قالوا إن كلامه سبحانه وتعالى حروف وأصوات قائمة بذاته، ومع كونه حروفا وأصواتا زعموا أنه قديم. طبعا هذا يعني تنكره بداهة العقول. ليه؟ لأن العقلاء يعرفون أن الحروف والأصوات حادثة، فكيف يكون الكلام حروفا وأصواتا ويقال إنه قديم؟ هذا فيه مكابرة للعقل، هذا فيه عبارة عن جنون، لأنه معنى حرف يعني فيه تقديم وتأخير وإعراب فهو حادث، معنى أنه صوت يعني لم يكن ثم كان. فالإجماع إجماع أهل العقل على أن الحروف والأصوات حادثة، فإذا كان الكلام حروفا وأصواتا لا بد من حدوثه، وإذا كان قديما ينتفي عنه الإيه؟ الحرف والصوت. فهؤلاء كابروا أو يعني عاندوا بداهة العقول فقالوا إن كلامه اللهم الحشوية حروف وأصوات قائمة بذاته، ومع أنهم أثبتوا أنها حروف وأصوات قالوا إنها قديمة أو إن الكلام قديم، بل بالغوا من كثرة الجهل والغفلة فقالوا إن المداد حادث، يعني المداد الحبر الذي تكتب به هذا حادث، لأنهم يصنعونه ويؤلفونه ويركبونه فهو حادث، فإذا كتب به القرآن صار بعينه قديما. هل هذا شيء يقول به العقلاء أو يقول به غير العقلاء؟ كيف يكون أو كيف ينقلب الحادث إلى قديم؟ قالوا هو حادث، لكن إذا كتب به القرآن صار إيه؟ صار قديما. إذن فممكن ينقلب الحادث إلى قديم، كيف هو ينعدم؟ والقديم لا ينعدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم، لكنهم
نفوا هذه الاستحالة العقلية وقالوا بجواز أن ينقلب الحادث إلى قديم. إذن فلا نقاش لنا معهم ولا ينفع مع هؤلاء إلا أن ندعو عليهم. ماذا نصنع معهم حتى نخاف من الدعاء عليهم أيضا؟ ربما يقول الدعاء عليهم حادث، فإذا استجيب كان قديما. وهذا المذهب واضح الفساد، يعني أقول لك واضح، يعني أنه العقل لا يقبله، يعني لا تكلف عناء نفسك عناء الرد. واضح الفساد إذ لا تعقل. يعني إلا الحروف والأصوات لا تعقل إلا حادثة. ليه؟ لأن الحروف لها بداية ولها انتهاء، وهي مرتبة ومتعاقبة، والصوت النطق بحرف يعدم ينعدم ما قبله. فمثلا عندما أقول كتابة كتابة من الكتابة، لا يمكن أنطق بالتاء إلا إذا انعدمت الكاف. كيف ينطق بالتاء مع وجود الكاف؟ وإذا انعدمت التاء تأتي الباء ثم تنعدم الثلاثة. كتابة، أين كتب؟ كتب الثانية دي غير الأولى، والأولى انعدمت. فلا تعقل الأصوات إلا حادثة. فسبحان الله، كيف قالوا هؤلاء بما هو واضح الفساد لا يقبله العقل؟ وهذا المذهب واضح الفساد إذ لا تعقل إلا حادثة لتجددها، يعني الحروف والأصوات متجددة، فالعدم يكتنفها، يعني سابقا قبل أن تنطق الحرف معدوم، وبعد أن تنطق به انعدم، فقبل عدم وبعد عدم، العدم يكتنفها سابقا ولاحقا. والقديم لا يقبل العدم لا سابقا ولا لاحقا. المنزه أي المقدس المطهر عن البعض والكل هما من أوصاف الكلام الحادي، وكلام الله قديم، والقديم لا يوصف بأوصاف الحوادث، وكيفيته مجهولة، لأن كما لا نحيط بذاته لا نحيط بجمع صفاته بجميع صفاته. والحروف إنها هي أن يعني مثلا واحد مثلا يقول إيه كلام الله قديم، والقديم لا يوصف بأوصاف الحوادث. يعني إيه لا يوصف بأوصاف الحوادث؟ يعني القديم لا يكون فيه صوت ولا يكون فيه حرف ولا يكون فيه تقديم ولا ولا تأخير. إذن يسأل يقول إذن ما هو الكلام؟ لأننا لا نعقل ولا نفهم بالنسبة لنا كلاما إلا هكذا، حروف وأصوات ومعاني وتقديم وتأخير وإعراب. إذن ما هي حقيقة صفة الكلام إذا كان كلام الله منزه وقديم ومطهر عن البعض والكل؟ وده من إيه هما يعني البعض والكل من إيه؟ من أوصاف الكلام الحادث. وكلام الله قديم، والقديم لا يوصف بإيه؟ بأوصاف الحوادث. إذن السؤال ما هو الكلام؟ فالجواب أن كيفيته أو حقيقته مجهولة، لأن لا نحيط كما لا نحيط بذاته لا نحيط بصفاته. هل أنت تعلم حقيقة الذات؟ لا. هل تعلم حقيقة الصفات؟ لا. إذن كيف تريد أن تعلم حقيقة الكلام؟
والمطلوب منك شرعا أن تؤمن فقط، أن تؤمن بأن الله تعالى له صفة اسمها الكلام، تؤمن فقط فقط، ولا تبحث فيما وراء ذلك. واحد يسأل سؤال، إذا كان كلام الله تعالى ليس أصوات وليس حروف، فكيف سمعه سيدنا موسى؟ وهل يسمع ما ليس بصوت؟ يعني إذا الآن أنا جئت أدرسكم وليس هناك صوت، كيف تسمعون؟ طب وإذا كان هناك صوت ولم يكن حرف، هل يمكن الفهم؟ إذا ممكن يكون في صوت بس من غير هذا الصوت، لكن في حرف ما فيش، فلازم يكون في مخارج وفي حروف. فإذا هناك شيء، يعني سيدنا موسى الله تعالى خاطبه وكلمه، يعني معنى كده سيدنا موسى سمع كلام الله، يبقى كده ربنا قال له يا موسى ويا موسى ده ميم وواو وسين واصطفيتك، فكيف تقولون ليست هناك حروف ولا أصوات؟ أمال كيف كلم الله موسى؟ فيقولون نحن مكلفون بالإيمان إن ربنا كلم موسى، لكن هل تكلم القرآن عن الكيفية؟ لا، وليس في القرآن آية واحدة فيها أن سيدنا موسى سمع كلام الله، إنما فيها إيه؟ ها؟ أن الله كلم موسى، لكن هات لي نص واحد إنه موسى سمع. بل في آية عجيبة ثانية إنه أسندت السماع في حق كلام الله إلى المشركين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي القرآن الكريم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. عارف هنا المشرك، لو كان المشرك وإن أحد استجارك فأجره حتى يسمع، فلو أن المشرك سمع كلام الله يبقى إذن هو في منزلة سيدنا موسى. طيب إيه رأيك سيدنا موسى لم يسمع والمشرك سمع؟ ما هو في القرآن حتى يسمع، فإن سمع حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة وقد كان فريق منهم يسمعون. يبقى هنا المسموع الذي سمعه المشرك إنما هو تلاوة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمع مثلا سورة الأنعام، سورة البقرة، سمع إنا أعطيناك الكوثر، سمع ألم ترى كيف فعل رب، هذا هو كلام الله، يعني الحروف والأصوات التي نتلو بها نقرأها على المشركين وعلى الكفار، ففي هذه الحالة يكون قد سمع كلام الله. يبقى ممكن أي واحد يسمع كلام الله. تريد أن تسمع كلام الله، هات الشيخ محمد صديق المنشاوي، هات الشيخ عبد الباسط، هات القراء الإذاعة، أي واحد يقرأ القرآن فيكون قد أسمعكم كلام الله. فهل الذي سمعه موسى أمال كيف يكون مختص بهذا إذا كان كل الناس يسمعون؟ إذن الله تعالى لم يذكر في حق سيدنا موسى لا حرف ولا صوت ولا سماع، قال وكلم الله موسى، يبقى كيف كلمه؟ لم يتكلم عن الكيفية. وكيف سمع؟ لا نقول إنه سمع، لأنه لو سمع لكان حروف وأصوات، إنما ما هو المعنى المراد؟ الله أعلم، لا نعرف هذا الشيء، إنما الذي نؤمن به أن الله تعالى كلم مين؟ كلم سيدنا موسى. بمعنى بعض العلماء أرادوا التوضيح والتقريب، قالوا يعني أن الله تعالى أزال الحجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فسيدنا موسى ربنا رفع الحجاب،
يعني مثلا حصل نوع من الانكشاف فأدرك موسى، أو مثلا نقول مجازا كده سمع كلام الله من غير حروف وأصوات، ولم يكن الله تعالى قبل أن يكلمه ليس متكلما، يعني لم تتجدد للحق صفة اسمها الكلام عندما كلم موسى، ولا انتهت الصفة بعد أن انتهى سيدنا موسى من الكلام، لم يحصل تجدد ولا تغير في صفة الله، وإنما التغير والتجدد حدث في شأن موسى عليه السلام. فموسى بعد أن كان مكلما صار غير إيه؟ مكلم، لأن الله تعالى وضع الحجاب، فرجع موسى إلى حالته الأولى. فلم يكن الله تعالى ساكتا قبل أن يكلمه، ولم يكن بادئا في الكلام ولا منتهيا، وإنما كل هذا في حق مين؟ سيدنا موسى. وفي بعض الناس طبعا مذهب الاعتزال طبعا سهل عندهم، المعتزلة ما عندهمش مشكلة. إيه لو سألت واحد من المعتزلة كيف كلم الله موسى، يقول ربنا خلق صوت عالي كده قوي فأسمع سيدنا موسى ما يريد، والصوت ده فين؟ في النار. آنس من أهله نارا فلما جاءها نودي، فسمع الكلام يخرج من النار أو من الشجرة. في هذه الحالة يكون الله خلق أصوات في الشجرة، سمعها مين؟ سيدنا موسى. يبقى عندهم معنى أن الله تعالى له صفة اسمها الكلام عند المعتزلة، يعني أن الله خالق الكلام، يخلقه في الحديد في الحجر، يخلق أصوات، هذه الأصوات من عنده خلقها، فيها عبارات يفهمها مين؟ سيدنا موسى. إذن فلا إشكال على مذهب مين؟ المعتزل، أو من باب أولى على مذهب مين؟ الكرامية. ولا إشكال عند المجسمة، لأنهم يقولون حروف إيه؟ وأصوات. أما أهل السنة يقولون لا، الله تعالى له صفة اسمها الكلام، ولا ندرك حقيقة هذه الصفة، لأن ليست صوتا ولا حرفا، إنما كل الذي نؤمن به، لأنه الدليل بتاعها نقلي، الدليل بتاعها مش عقلي، دليل إيه؟ سمعي. فنؤمن بها ونفوض، لا شأن لنا أننا نؤمن أن الله كلمه، وننفي عن الكلام الحروف والأصوات والإعراب واللحن والتقديم والتأخير، ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه. كلامه ليس بالإيه؟ ليس بالحروف ولا بالأصوات. يبقى القرآن كلام الله تعالى، لكن القرآن الذي نقرأه والذي هو مكتوب هذا حروف وأصوات، ولكن قلت لكم هذه الحروف والأصوات تعبر وليست هي ليه الكلام الحقيقي. فالكلام يبقى معناه ينقسم إلى قسمين، اللي هو الألفاظ وإيه والإعراب والأصوات والحروف، والكلام بمعنى الصفة الأزلية القائمة بذاته تعالى، أهدال المعنيين الموجودين في صفة الكلام. وصفة الكلام يعني يقال الكلام على القرآن كلام الله بالاشتراك، يعني ده مشترك، مشترك ده لفظي ولا معنوي؟ مشترك لفظي، لأنه ده اللفظ ده كلام الله حقيقة، والثاني اللي هو المعنى كلام الله حقيقي، وده اسمه في اللغة مشترك، يعني يطلق على إيه؟ لفظ واحد ويطلق على معنيين، يعني يطلق على الألفاظ ويطلق على إيه؟ على المعنى. فمثلا لو واحد أقسم كده أن القرآن ده هو كلام الله، هل يكون كاذبا؟ لا، هو كلام الله تعالى، لكن إيه؟ مش بالمعنى الحقيقي بالصفة، بالمعنى المجازي، لأنه دال ومدلول. أما الكلام النفسي خلاص كده، لو مثلا واحد مثلا من الأشاعرة ويفهم وقال إنه هذا القرآن ليس كلام الله، يعني يقصد هو إيه؟ ليس هو الكلام الحقيقي أو الكلام القائم بذاته، يبقى كلامه صحيح، لكن لا يقال هذا أمام العوام والجهلة،
فيفهمون منه حدوث الصفة. يعني هذا الكلام يقال في مقام التعليم وليس على المنابر وليس في القنوات الفضائية، ممنوع هذا، يقال في ساحة التعليم فقط، حتى لو قيل في المساجد والأماكن العامة يفهم الناس أنه المراد به الصفة القائمة بذات الله تعالى. والأحسن أننا لا نخوض كثيرا أو نتعمق في الكلام عن صفة الكلام، ليه؟ لأنها هي الصفة الوحيدة التي دارت فيها صراعات وخلافات شديدة بين الفرق الإسلامية، وكانت فيها فتنة كبيرة، قتل فيها الأئمة وعلماء وسجن، وجلد فيها الإمام أحمد بن حنبل، وموضوع خلق القرآن يعني موضوع طويل. فمثلا كلام الله قديم، طب القرآن كتاب وحروف وأصوات وهو كلام الله، فمشكلة معقدة. فمثلا لو واحد قال أو سئل هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، يبقى إذا قال القرآن مخلوق خطأ، وإذا قال غير مخلوق خطأ، إذن ماذا يقول؟ يعني إذن يجب عليه أن يتنبه ويقول كذا القرآن كلام الله غير مخلوق، لازم يضيف هذه العبارة، القرآن كلام الله غير مخلوق. أما القرآن اللي هو ألفاظ وحروف هذا مخلوق. يبقى إذن إذا سئلت هذا السؤال لازم أن تنتبه إلى القيد، ما المراد بالقرآن؟ الحروف والألفاظ ده مخلوق، ولا يكابر في هذا عاقل. أما إن أردنا الصفة يبقى هذا غير غير مخلوق. ولهذا كان لما سألوا الإمام أحمد هل القرآن كلام الله، هل القرآن مخلوق ولا غير، قال القرآن كلام الله ولا أزيد، يعني لا قال مخلوق ولا غير مخلوق. فأوقع السائل في حيرة، قال هو كلام الله، فلا أقول. وفي صحيح البخاري كذا لم يقل القرآن مخلوق، وإنما قال لفظي بالقرآن مخلوق، وده موجود في البخاري. يبقى إذن الإمام البخاري ده من أئمة أهل السنة وليس من المجسم ولا من المشبع، وإلا كان رفضنا صحيح البخاري وكان آمنا بصحيح مسلم فقط. والقرآن في صحيح القرآن لفظي بالقرآن. فانتبه إلى مثل هذه الأمور ولا تنجرف، وأنت مش مكلف أن تؤمن لا بحرف ولا أنت بس تؤمن بالصفة. وكلم الله موسى، تمام، وأن لا تبحث مثلا في الكيفية لأنها مجهولة، يعني نعلم أن الله تعالى أنزل القرآن، لكن كيف نعرف أن سيدنا جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحروف وأصوات؟ لكن من أين أخذها جبريل؟ هل سمع من الله حرف؟ ما فيش حاجة زي كده خالص، ولا يمكن. خادم منين؟ من اللوح المحفوظ مثلا؟ يعني إذا لا نعلم الكيفية التي أخذ بها سيدنا جبريل القرآن من رب العالمين. فالله تعالى بالنسبة لسيدنا جبريل غيب أيضا، يعني الملائكة أيضا الله تعالى بالنسبة لهم غيب، يؤمنون بالغيب مش كده؟ يؤمنون بالله، الذين في آية في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فما فائدة كلمة يؤمنون به وهم حملة العرش؟ يريد أن يقول لك القرآن الكريم إن حملة العرش الله تعالى بالنسبة لهم غيب، فيؤمنون به يعني يصدقون به، لأنهم لا يعاينونه لا يرونه، وإلا لو كانوا يشاهدونه أو يسمعونه إذن لا يقال يؤمنون. الإيمان ده معناه يكون غيب، لا تأتي كلمة الإيمان، يعني أنا أقول لك لا أؤمن بهذا الماء، أنا أشاهده وأشربه، إنما الإيمان يتعلق بالأمور الغيبية ولا يتعلق بالأمور المحسوسة. واضح ولا مش واضح؟ يلا شوف. المنزه أي المقدس المطهر عن البعض والكل من أوصاف الكلام الحادث وكلام الله القديم، والقديم لا يوصف بأوصاف الحوادث وكيفيته مجهولة،
يعني هو قديم. أي حاجة من أوصاف الكلام الحادث لا يمكن وصف القديم بها. طب الكيفية مجهولة ولا نحيط علما بذاته ولا بصفاته. طب والحروف إنما هي عبارة عنه يعني عن الصفة القديمة، والعبارة غير المعبر عنه، فلذلك اختلفت باختلاف الألسنة يعني العبارة ولم يختلف هو. فحروف قالك صرح والتصريح في مقام التعليم، حروف القرآن حادثة، والمعبر عنها بها يعني بالحروف اللي الصفة القديمة هو المعنى القائم بذات الله تعالى، وهذا قديم. فالتلاوة، شوف كده خد بالك، التلاوة والقراءة والكتابة حادثة، والمقروء والمتلو والمكتوب قديم. أي واحد يقول كيف هذا؟ نحن قلنا لك لا تقل كيف، وكيف عنه مرفوع، ومع ذلك نجيب. واحد يقول لي كيف يكون اللفظ حادث والملفوظ قديم، أو كيف أقوم أكتب على الصبورة فتكون الكتابة حادثة والمكتوب إيه؟ قديم، مش كده؟ أو أتلو القرآن فتكون التلاوة حادثة والمتلو إيه؟ قديم. يسألني كيف هذا؟ أقول له تعال، يقول له تعال كده نروح مجلس الذكر، فنقول كده الله الله الله. شوف كده الذكر هذا اللفظ ده حادث والمذكور قديم. هل المذكور حادث؟ كذلك لو قلنا هنا وقمنا كتبنا على السبورة الله، يبقى الكتابة ايه؟ ها؟ حادثة، لان انا لو كانت قديمة وجيت امسح لا يمكن. هل يمحى القديم؟ يبقى الكتابة حادثة والمكتوب قديم. وضحت كده؟ فواصل إيه إلى العقل إن شاء الله تعالى. أي ما دلت عليه هذه القراءة والكتابة والتلاوة. نحن عندنا الكتابة والقراءة والتلاوة دالة، يبقى في دال وفي إيه؟ وفي مدلول. وكذلك ذكر الله تعالى، شوف كده الذكر الله الله لا إله إلا الله، فإن الذكر حادث والمذكور وهو رب العباد قديم وهو رب العزة فافهم. يبقى الكلام اللي الصفة الإلهية منزه عن البعض والكل والتقديم والتأخير والسكوت والتجدد واللحن والإعراب. هنا يقول والتقديم والتأخير، الظاهر أنهما متلازمان، يعني التقديم والتأخير، يعني إذا كان هناك تقديم يلزم أن يكون هناك إيه؟ تأخير، وإذا كان هناك تأخير يلزم، ده متلازمان، ما فيش حاجة اسمها تقديم من غير تأخير ولا تأخير من غير تقديم. يمكن؟ زي الفوق والتحت، لا يمكن فوق من غير تحت ولا تحت من غير إيه؟ وجمع بينهما مبالغة في التنزيه عن صفات الحوادث والسكوت والتجدد. التجدد هو ما معنى التجدد؟ يعني معاودة الكلام بعد السكوت. والسكوت هو كما قال السعد ترك الكلام مع القدرة عليه. خذ بالك، ما الفرق بين السكوت وإيه تاني؟ ها؟ والخرس، يعني الأخرس ساكت، لا هل في كلام في الأخرس؟ لا، والساكت لا يتكلم، لكن الفرق بينهما أن الساكت قادر على الكلام، أما الأخرس لا يقدر. يعني الساكت لو طلبت منه أن يتكلم ينطق اسكت تكلم، انما لو كان اخرس وقلت له تكلم هل يستطيع؟ يبقى اذن السكوت هو ايه؟ ترك الكلام مع القدره عليه. واللحن والاعراب فيه رد كما لا يخفى، وسائر ايه؟ ها؟ انواع التغيرات، اي وجميع انواع التغيرات.
كالخرس وإيه والخسة والآفة وما أشبه ذلك، لأنه قديم وما ثبت قدمه استحال عدمه. وبهذا يعلم أن ليس معنى وليس معنى اللي احنا شرحناه شرح مستفيض، ليس معنى كلم الله موسى تكليما أنه ابتدأ الكلام بعد أن كان ساكتا، ولا أنه بعد أن كلمه انقطع كلامه وسكت. ولذلك اختار هم أربع معاني تقريبا في معنى كلام الله لسيدنا موسى، الموجود أربع معاني. اختار الشيخ المعنى اللي عليه الأشاعرة وهو إيه؟ بيقول إيه؟ وإنما المعنى، يعني إيه المعنى في قوله تعالى وكلم الله موسى؟ أنه أزال بفضله المانع عن موسى عن موسى، يعني المانع لم يكن مانعا لله، ولم يكن الحجاب حاجبا له، وإنما حاجب لمين؟ لموسى، لأن الله تعالى لا يحجبه شيء. إنما المعنى أنه أزال بفضله المانع عن موسى عليه السلام وخلق له سمعا وقواه حتى أدرك كلامه القديم، ثم منع بعد ورده إلى ما كان قبل سماعه كلامه، يعني عاد إلى الإيه الوضع قبل إيه الكلام. وسائر أنواع التغيرات المتعلق، يعني الدال، لأن تعلق الكلام اسمه إيه؟ تعلق دلالة، يعني تعلق العلم اسمه انكشاف، تمام كده؟ تعلق العلم انكشاف، تعلق القدرة تأثير، تعلق الإرادة تخصيص، تعلق الكلام دلالة. السمع والبصر والإدراك على القول به، التعلق بتاعهم اسمه انكشاف، السمع والبصر والإدراك والعلم كله ده انكشاف، والكلام دلالة، والقدرة تأثير، والإرادة تخصيص. طه. وله تعلقان أزلي وغير أزلي. بما يتعلق، يعني الكلام يتعلق بما يتعلق به العلم الأزلي من المتعلقات. ما هي المتعلقات اللي يتعلق بها الكلام والعلم؟ كما قال الإمام الدردير رضي الله عنه: فالعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام، يعني بالواجبات والجائزات والمستحبات، ولا بد من بيان الجمع حتى يصبح اشتراكهما في التعلق وينتج عليه الفرق، وبيان أن من علم أمرا يصح أن يتكلم به، والمولى عالم بما كان وما يكون وما لا يكون، فصح أن يتكلم بها. وبيان التفرقة أن يقال إن متعلق الكلام كدلالة آية تدل على الواجب، يعني هو بيتعلق به بأقسام الحكم الإيه العقل الثلاث، ممكن يتعلق بالواجب زي إيه قل هو الله أحد، لأن هذا متعلق بذات الله تعالى وهي واجبة الوجود. وآية تدل على المستحيل، يعني يتعلق بالمستحيل زي نفي له الولد ونفي الوالد لم يلد ولم يولد. وآية أخرى يعني من القرآن تدل على الجائز، والله خلقكم وما تعملون، فخلقنا جائز وعملنا جائز. فإن قلت إن جميع ما تعلق به العلم يتعلق به الكلام، أن الله في أزله قد علم عدم إيمان الكافر وقد أمره بالإيمان، فالكلام إذن إنما يتعلق بالأمر بالإيمان، يعني العلم تعلق به بعدم الإيمان، والكلام تعلق بالأمر بالإيمان. يبقى إذن كيف نقول إنه ما تعلق به العلم تعلق به الكلام؟ يعني هو هنا اختلف، هذا تعلق بالأمر بالإيمان وهذا تعلق بعدم الإيمان. يبقى نقول كده في الجواب: فالكلام إذن إنما لم يتعلق بالأمر بالإيمان ولم يتعلق بعدمه،
والعلم تعلق بعدمه وبالأمر به كشفا واتضاحا، فهو إذن يعني العلم أعم تعلقا من الكلام. هذه هي الشبهة، ودي شبهة دقيقة. أنتم بتقولوا كده كما قال الدردير، فالعلم جزما والكلام استعلق بسائر، لكن هنا في أشياء زادت في الايه؟ في العلم. يعني العلم تعلق بالأمر وتعلق بعدم إيمان، والكلام تعلق بالأمر بالإيمان ولم يتعلق به بعدم إيمان. إذن فما هو إيه الأوسع والأكثر تعلق له؟ العلم. فالجواب إن متعلقات الكلام غير منحصرة في الأمر كما تقدم، هب أنه لم يتعلق اللي هو إيه الكلام بترك الإيمان في المثال بطريق الأمر، لأن الذي أمر به ليس ترك الإيمان، إنما أمر بالإيمان. فبيقول لك هاب يعني افترض أنه لم يتعلق الكلام بترك الإيمان في المثال بطريق الأمر، فقد تعلق فيه بطريق الخبر. يعني صحيح الأمر جاء في الإيه؟ في الأمر بالإيمان، والكلام تعلق بعدم الإيمان من ناحية الخبر لا من ناحية الأمر، وتعلق به بطريق الخبر بعدم الوقوع وبطريق الوعيد. فصح إذن قول أهل السنة إن جميع ما يتعلق به العلم يتعلق به الكلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في خاتمة وبعدين في درس واحد، يعني بقي لكم درسان في هذا الكتاب، بقي مجلسان وننتهي من الكتاب، خلاص كده بقي درسان اثنان ثم يختم الكتاب، ثم بعد ذلك هذا فراق بيني وإيه فين ده إيش هنا وهنا عن اليمين وعن الشمال. بسؤال نقول أليس البصر والسمع من الإدراك؟ فلماذا ذكر الأخص مع وجود الأعم؟ لا، هو الإدراك هنا مش بالمعنى العام، وإنما انكشاف السمع ليس هو انكشاف البصر، والانكشاف بالإدراك ليس هو بالبصر ولا بالسمع، كل واحد له حقيقة تباين الأخرى. فهنا لا نقول أعم ولا أخص، هذا يترتب على حقيقة كل منهما ولا نعرف الحقيقة، فلا يوجد خاص ولا عام. ما السبب عدم جواز اجتماع ذات قديم وذات حادث؟ لم أفهم هذا السؤال، إيش محمد معناه؟ كيف يوجد اجتماع ذات الإله مع ذات الحوادث؟ ما السبب؟ كيف هذا؟ يعني يقصد كيف لا يوجد الحوادث في الأزل تقريباً هذا الشيء؟ كيف لا يجتمع الحوادث؟ لا، الحادث لا يوجد في الأزل، لأن الحادث مسبوق بعدم والأزل غير مسبوق بعدم. طيب السؤال هنا، إذا قلنا إن للعبد كسب فالكسب من الله، إذن العبد مجبور في الحقيقة، فهل هذا صحيح؟ نعم، العبد مجبور في الحقيقة. ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه أيها الرائي؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء. فالعبد مجبور في صورة مختار، هذا هو التصريح، وهذا هو الحقيقة. وإن لم تكن مؤمنا بها فلن تستطيع أن تفعل شيئا. والأيام بيننا، هل أنت تستطيع أن تفعل في هذا الوجود شيئا لم يرده الله؟ أنت تنفذ الإرادة فقط، فأنت تظن أو أنت مجبور في صورة مختار، ولسنا جبريل.
الحقيقة شيء يعني مثلا لا يكلف الله نفسا إلا إيه، هذا بحسب الظاهر، أما في الحقيقة ليس في وسعها شيء. تعلق القدرة هل هو التأثير أو المقدور؟ التأثير يعني إيجاد المقدور. ما هو صفة حقيقية والفرق بينه وبين الصفة الإضافية؟ ده فين ده السؤال ده، الحقيقية والإضافية ده أين هو؟ ما هو حد لفظي؟ أليس الحد هو التعريف بالجنس؟ هو لم يقل حد، وإنما قال هذا تعريف لفظي، والتعريف اللفظية لا يدخلها الدور، أما الحد لا يكون إلا بالجنس والفصل القريبين. هنا تعريف لفظي زي تعريف ليه البر بأنه هو القمح، أو تعريف الغضنفر بأنه هو الأسد، أو الحنطة بأنها كذا. يعني نأتي بلفظ أجلى وأشهر فنعرف به لفظ خفي، فهذا لا يدخله الدور، الدور يدخل في الإيه؟ في المعاني وليس في الألفاظ. لماذا جاز كون المتناهية لا متناهية إذا حصل العكس؟ كيف هذا يا شيخ محمد؟ ما معنى قولكم التعلق بمعنى التجدد، وكيف يكون حادثا؟ أنت عليك تشرح الأسئلة خد. هل تعلق العلم، استنى، هل تعلق العلم هو نفس الانكشاف أو ما ينكشف به وهو المعلوم؟ التعلق ده أمر اعتباري لا وجود له، ولذلك التعلق يكون حادثا مش بمعنى موجود بعد عدم، لأنه هو اعتباري، ولكن حدوثه يعني تجدده. وما الفرق بين العلم والمعلوم؟ العلم هو إدراك المعلوم على ما هو به، يعني أني أعلم أن هذا الماء في هذا الكوب وبهذه الكمية، وهذا هو الموجود في الخارج، فهذا الذي أدركته يسمى علما. أما إذا أدركت أن الكوب فارغ وهو ممتلئ فهذا الإدراك يسمى جهلا، لأنه إيه؟ لم أدرك الشيء على ما هو به، وإنما أدركته على خلاف ما هو به. ما معنى أن علمه تعالى لا يتغير؟ التغير لا يكون في العلم، لأنه إذا تغير يعني لم يكن علم ثم كان علم. فهل يحدث هذا بالنسبة لله تعالى أن علمه يتغير؟ يعني يكون يتغير يعني يكون حادثا، إذا كان العلم يتغير فمعناه إيه؟ حدوث العلم. نعم. طب أنت لا تفهم فكيف أنا أفهم؟ هنا إيه؟ إيش السؤال؟ ما فيش ولا حاجة مفهومة؟ الثالث والرابع مفهوم. الثالث والرابع مفهوم؟ نعم. هو هنا احنا جاوبنا على ما معنى قولكم التعلق بمعنى التجدد، لأن التعلق ليس شيئا موجودا، وإنما يعني تجدد يعني حدث، بمعنى أنه كان ولم يكن، فهذا هو معناه الحدوث يعني حدث، لكنه ليس بمعنى الوجود بعد عدم، وإنما بمعنى التجدد، وقد شرحناها، لأن المراد بالحدوث هنا ليس الوجود بعد، وإنما إيه؟ التجدد. التجدد يعني لم يكن وكان، لكن ليس حادثا يعني موجود بعد عدم وجود، وإنما ما فيش ثم فيه، هذا هو التجدد. أي الطريقة الصوفية حضرتكم تأخذ وتنتمي؟ ما معنى فيما لا يزال؟ فيما لا يزال يعني ليس في الأزل، يعني هناك كلمات في كلمات في هي مصطلحات في علم الكلام، يعني عندما أقول الأزل يعني نفي الأولية،
يعني الشيء إذا انتفت البداية ليس توجد أولية فهذا يسمى إيه؟ الأزل. أما إذا أثبتنا الأولية هذا ما لا يزال. والله تعالى أعلم. اللهم صل على صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.